اتعودت أعيش حياتي في لحظتها بس، واللحظة معايا بتساوي 1000 صورة. اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات حافة البرية. الحياة البرية في مصر تبدو بلا حدود، بتخلينا دايما نحس بالروعة والعجب والخوف في بعض الاحيان، لكن خلينا نكتشف الكائنات الحية ونشوف تفاصيلها ونشوف امكانياتها الاستراتيجية في الحياة. الحشرات في مصر عددها هي الاكبر، وكتير من أنواع الحشرات محدش اكتشفها لحد النهاردة، لكن الكلام ده مش في مصر بس، ده حول العالم كله. لكن الكائن الحي اللي معانا النهاردة هو ملوش علاقة بالحشرات تماما، هو كائن عبقري، كائن ملوش حدود، ما عندوش أي شيء من الرحمة، سفاح، مجرم، عنده طرق كتير في أساليب الصيد. يقدر يصطاد باحترافية كبيرة ملهاش حدود، عنده خطط استراتيجية هايلة جدا في أساليب الصيد. هنتعرف عليه وهنقرب منه أكتر بتفاصيل دقيقة يمكن التكنولوجيا اللي فاتت ما سمحتش لينا إن احنا نقرب بالشكل ده. الكائن الحي اللي معانا النهاردة هو من العناكب القافزة. العناكب القافزة هي النوع الأكبر في فصيلة العنكبيات، والعنكبيات بتنفصل تماما عن الحشرات لعدة أسباب. أول سبب معانا إن هي بتمتلك 4 أزواج من الأرض، على عكس الحشرات تماما اللي بتمتلك 3 أزواج من الأرض. لكن خلينا ندخل ونشوف بعض الإمكانيات اللي مش موجودة تماما في الحشرات. بعض أنواع العناكب عندها رؤية كويسة جدا، تقدر تشوف بيها محيط المكان بشكل لا يصدق، لكن العنكبوت القافز اللي معانا النهاردة ما عندوش عينين بس، ولا حتى 4 اللي انتوا شايفينهم في الصورة دلوقتي. لا، العنكبوت القافز عنده 8 عيون، 4 في المقدمة و2 في الجنب و2 في الخلف، المجموع الكلي 8 عيون، يعني يقدر يشوف الحياة بواقع افتراضي ما حصلش ولا تكرر قبل كده. لكن اللي بيصير فضولي دايما ازاي العقل الصغير جدا ده يقدر يجمع صورة واقعية من خلال 8 عيون. فسبحان الله، ربنا أبدع كل شيء من حوالينا على وجه الأرض. الأنواع المتعارف عليها من العناكب القافزة وصلت حوالي 335 نوع، لكن مجموع العناكب على وجه الأرض حوالي 6500 نوع موجود. فالعناكب القافزة هي أكبر فصيلة موجودة من العناكب،
بالإضافة إنه هو مجرم حرب فعلا، لأنه عنده الاستراتيجية إن هو يقدر يهجم على أبناء فصيلته نفسها. الموضوع كبير بالسهل، والاستراتيجية دي بتاخد منه مجهود كبير جدا، يقدر يخطط يفكر يوصل للهدف اللي هو عاوزه، حتى لو كان من نوع تاني من أبناء الفصيلة بتاعته زي العناكب الناسجة أو العناكب السرطانية اللي بتقف على ظهور. نسبة نجاح عمليات الصيد للعناكب القافزة حوالي 90%، يعني العملية محتملة 100% ان هي تكون ناجحة، وده اللي بيخليه مميز جدا في وسط الكائنات الحية اللي بتقدر تصطاد. بخلاف ان العناكب القافزة كمان عندها القدرة على التفكير وتدابير الامر، يعني لو واقف على غصن شجرة وشايف دبانة الناحية التانية على غصن تاني، يقدر يفكر كويس قوي هو ازاي يقدر يوصل لها، وبالتالي يقدر ينسج بعض من الخيوط ليأمن نفسه خلال عملية القفز. سرعته ملهاش حدود، عنده القدرة ان هو يقدر يقفز 20 مرة ضعف طوله، يعني مسافة بالنسبة للحجم الصغير ده مسافة كبيرة جدا فعلا. العناكب القافزة بتعرف تفكر بشكل كويس جدا، لدرجة ان هي عندها نسبة ذكاء عالية قوي، وتقدر تدير الحروب بتاعتها بشكل خرافي. تقدر تميز حاجات كتير قوي من الحاجات اللي حواليها، لدرجة ان هي تقدر تحدد الفريسة بتاعتها قبل ما تقف. تعرفت العناكب القافزة عند العرب بفهود الذباب، والسبب ان هي سريعة جدا في القفز على الذباب. العناكب القافزة عندها 4 ملامس خلفية، الملامس الخلفية دي بيقدر ان هو يشبك من خلالها الخيط بتاعه قبل القفز او قبل التحرك، وزي ما احنا عرفنا ان هو بيقدر يأمن نفسه قبل القفز وقبل عمليات الاسقاط بتاعته. في بحث اتنشر في 2018 في مجلة الساينس، البحث ده بيقول ان في نوع من العناكب القافزة اسمه النوع المحاكي للنمل الاسود، والنوع ده من العناكب اكتشفوا ان هو بيقدر يرضع ولاده، يعني الفأس بتاعه اللي طالع جديد بيقدر ان هو يفرز مادة اشبه بالحليب ويرضعهم بيها. لكن العملية دي ما تعتبرش عملية رضاعة كاملة بسبب ان هو ما عندوش غدد سد، لكن المادة اللي بيفرزها النوع ده من العناكب لما جم يحللوها في الصين لقيوا ان المادة دي بتحتوي على 4 أضعاف البروتين اللي موجود في حليب الأبقار، يعني نقدر كده نقول ان في نوع من انواع العناكب بيقدر يرضع ولاده فعلا. الغريب كمان في الامر ان العناكب القافزة عندها القدرة ان هي تقدر تحسب سرعة الرياح قبل ما تقفز، عشان لو سرعة الرياح جاية من الاتجاه ده هو هيقفز بميل معين يخليه يروح في المكان اللي هو عاوزه. انتوا متخيلين العنكبوت بحجمه الصغير ده جدا قدر يوصل لامكانيات كبيرة جدا؟ الله سبحانه وتعالى خلق حاجات كتير جدا بتقنيات يمكن مش متوفرة عندنا. التقنيات دي يمكن تتشابه مع التقنيات الحديثة اللي موجودة في الجي بي اس والأجهزة الملاحية، وكل كائن حي هنلاقيه مميز في شيء ما، كل كائن حي عبقري في طريقة حياته. سبحان الله، العناكب القافزة شكلها جميل جدا، وانا بعتبرها من اشقى المخلوقات اللي موجودة، يعني انا ساعات مثلا اثناء التصوير ممكن العب معاه.
الجميل في الموضوع ان هو لو حس منك بالامان يقدر يتواصل معاك ويقدر يستوعب انت بتعمل ايه معاه، لان نسبة الذكاء عنده عالية جدا. لكن خلينا برضو نكون مقتنعين ان مش اي حد يقرب من اي حشرة يشوفها، لان بعض العناكب عناكب سامة، وده هنعرفه في حلقات تانية ان شاء الله.